استخدام مكياج الأسنان هأجيب شوي من عجينة المعمول، هحط فيها شوي من الحشوة، هنكورها وبعدين ننزلها زي هيك نطببها. بعدين بتمسكوها من المنتصف، بتبدو بالنكاشة تعملوا حزوز مثل هيك. طبعا انا بديكم افكار وممكن انتوا تطوروا على الافكار هذه تعملوا اشكال احلى من اللي انا بديكم اياها. اوكي هي هيك، وبنزل من الجوانب. اوكي ومن النصف بستخدم هذا، هاي الشكل النهائي.